دكتور احنا الآن لايف على الفيسبوك. ارفع الصورة لفوق شوي على اليمين يا علي. أو الناحية التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات والأصدقاء والأحباب في كل مكان وفي كل زمان، نلتقي بكم اليوم في محاضرة خاصة تخص حدث يحدث في العالم كل عام، وهو ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وكيف نتعامل معه من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الفقهية إلى آخره. واتمنى لكم تكونوا في الاماكن اللي انتم فيها لا تعانوا من الكورونا كما نعاني منها. فكما تعرفون انه منذ الامس او اول امس، منذ يوم الاحد، واصبحت بريطانيا تعتبر مكان موبوء للهجمه الجديده من اللي هو الجيل الجديد من اجيال فيروس الكورونا. وان شاء الله تكون بخير، تنتهي الامور على خير ما يرام، وتيجي سنه 2021 يكون خير وبركة ويمن علينا كلنا إن شاء الله، وينتهي الكورونا والألم بتاعت الكورونا اللي احنا بنعاني منها الآن. هذا هو فهرس المحاضرة اللي هنتكلم عنها، وهو في حوالي 12 نقطة. المقدمة، ومن هو عيسى ابن مريم عليه السلام عليهم السلام، ومن هي السيدة مريم العذراء عليهم السلام عليها السلام، ومن هي والدة السيدة مريم العذراء عليها السلام، وما هي رسالة المسيح عيسى ابن مريم العذراء عليهما السلام، والعلاقة بين رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام والرسائل الأخرى التي نقلها الأنبياء الآخرون إلى عليهم السلام، وهل نستطيع أن نتبع رسالة عيسى ابن مريم عليه السلام وعليه السلام ونحن مسلمين ونحن مسلمون؟ هل يمكننا الاحتفال بعيد ميلاد المسيح في يوم 25 ديسمبر أو 7 يناير؟ متى يصبح هذه الاحتفالات الدينية حرام؟ متى تصبح هذه الاحتفالات الدينية حرام؟ من هم الأنبياء الذين التقى بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة أثناء المعراج؟ كيف يتم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام في أوروبا وأمريكا؟ والخاتمة، ونبدأ معكم على بركة الله في أول نقطة من هذه النقاط. المقدمة بتاعتنا بتتكلم عن هل الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية مسبوح به أو لا. بالنسبة للفقه الإسلامي في مدرستين، مدرسة تبيح هذا وليها علماءها وليها عذرها إلى آخره، وأنا مش هدخل في تفاصيل، ومدرسة تحرم هذا الأمر. أنا شخصيا من الناس اللي بأذهب للمدرسة التي تبيح وتسمح في حدود الشرع، بما معنى إذا كان يمكن السماح، إذا كان هذا سيسلط الضوء على القيم الأخلاقية وتعليم الدين، سواء كان الدين مسيحي أو مسلم أو يهودي أو إلى آخره، ويذكرنا بالقدوات الحسنة الذين بذلوا حياتهم لنشر رسالة مثل هذه الأديان. لو كانت الاحتفالات اللي احنا بنعملها سواء كان في الشوارع أو في التلفزيونات أو في السينما أو في المسارح أو إلى آخره
بتؤدي إلى أننا تسلط الضوء على القيم الأخلاقية لتعاليم الأديان وتذكر الناس بالقدوات الحسنة اللي هي أفنت حياتها أو بدر حياتهم نشر رسالات هذه، فهذا يعتبر جائز كما قال جمهور العلماء الذين أباحوا الاحتفالات الدينية. من هو عيسى بن مريم؟ طبعا كلنا احنا عارفين عيسى بن مريم، وساعات واحنا صغيرين كنا بنغلط شويه ولما نقول يعني ايه في بني اسرائيل وما كناش عارفين انهم كلهم انبياء، فكنا من تربيتنا الخاطئه في بعض الاحيان يعني نتحدث بشيء سيء عن ابناء سيدنا يعقوب عليه السلام الى اخره. المسيح عيسى ابن مريم هو شخصيه رئيسيه في الاسلام، مش فقط عند المسيحيين، في الاسلام شخصيه رئيسيه في الاسلام. اوكي، ويعتبر عليه السلام رسول أرسله الله سبحانه وتعالى ليهدي ويرشد بني إسرائيل الضالين، وأنزل معه كتاب مقدس هو الإنجيل. وهو سيدنا عيسى أيضا هو من 5 أولي العزم من الرسل، اللي هو سيدنا إبراهيم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى، من 5 أولي العزم من الرسل. وإيماننا احنا بالمسيح عليه السلام هو مطلب إسلامي، مش فقط مطلب إسلامي، هو جزء من العقيدة الإسلامية. لا نستطيع أن نكون مسلمين إن أنكرنا المسيح والإيمان بالمسيح والسيدة مريم عليهما السلام. وذكر المسيح عليه السلام في القرآن 25 مرة، أكثر مما ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر سيدنا موسى أكثر من هذا بمرات ومرات ومرات. ويؤكد الـ 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 أن المسيح كان إنسانا بشرا مثل جميع الأنبياء الآخرين الذين سبقوه والذين جاءوا من بعده، وجاء من بعده فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله، سيدنا عيسى مثل عند الله كمثل آدم، ربنا خلق آدم من تراب، إيش فرق بين الاثنين؟ وقال له كن فيكون، يعني من التراب قال لسيدنا آدم كن فكان، فنفخ فيها من روح، نفخنا فيها من روحنا السيدة مريم عليه السلام البتول العذراء، فأتيت فحملت في سيدنا عيسى من روح الله سبحانه وتعالى. يبقى هو بمنتهى البساطة كده هو بشر كمثلنا. نعرف برضك على لسان سيدنا عيسى من هو المسيح عيسى بن مريم العذراء عليه السلام. سيدنا عيسى وجعلني مباركا، يعني هو من خصائص شخصية عيسى عليه السلام أنه مبارك. ما كنت حيثما كنت وأينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مبارك، أوصى ربه بالصلاة وأوصى بالزكاة. النقطة الرابعة في شخصية سيدنا عيسى، وبرا بوالدتي، يعني يبر بوالدتي ويكون محسنا إليها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يكن شقيا أو جبار عليه السلام سيدنا عيسى. يبقى هو مبارك وأوصى بالصلاة والزكاة وبرا بوالدته، والسلام علي، السلام عليك يا سيدنا عيسى عليك السلام، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، هو ده عيسى ابن مريم في شخصيته عليه السلام وفي الخصائص شخصيته عليه السلام، وكيف كان يتعامل مع أمه مريم العذراء عليه السلام. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يختلفون يمترون، دي سورة مريم 31-33. وأيضا في سورة آل عمران مرة ثانية 48-50، ورسولا إلى بني إسرائيل، وفي نفس الوقت أنا رسول إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. إيه معجزات سيدنا عيسى؟ هنقولها في الآية اللي موجودة دلوقتي. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق من الطين، من الطين يخلق كهيئة الطير، بإيه؟ بإذن ربي، بإذن ربي، أني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يبقى كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبرئ الأكمه والأبرص، ويعطي ربنا يجعله على يده الشفاء وإحياء الموتى بإذن الله أيضا، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم ما تكونون وتدخلون في بيوتكم، كل ذلك بإذن الله. يعرف اللي عندنا في بيوتنا واللي بنأكله بإذن الله. كل هذه المعلومات إنما أعطيت للمسيح عليه السلام كمعجزة من معجزاته بإذن
الله سبحانه وتعالى. ما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية، دي آية ليكم إن كنتم مؤمنين، لأن بس الآية المشيئة فيها لله سبحانه وتعالى. ثم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني هو رسالته هي مكملة لسنة سيدنا موسى عليه السلام. ويحل لكم لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليك، حيحلل لهم بعض الأشياء اللي حرمت عليهم من قبل كده، يعني كان هم حرمت عليهم أشياء قبل كده، فهو هيحللها لهم. وجئتكم بآية من ربكم، وجئتكم بآية أخرى من ربكم فاتقوا الله. هذا هو عيسى ابن مريم عليه السلام بمعجزاته وبمشيئة الله التي خلقه التي أعطاه إياه. إن الله يختم الآية اللي هي 50، ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ده اللي هو شخصية سيدنا عيسى عليه السلام ورسالة سيدنا عيسى عليه السلام وكينونة سيدنا عيسى عليه السلام والمعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى عليه السلام. سيدة مريم، من هي مريم العذراء البتول؟ هي امرأة، كانت مريم عليه السلام امرأة من آل عمران، من آل عمران، وآل عمران من بني إسرائيل، والمسيح هي وأما للمسيح، يعني هي طبعا عارفين أنها أم المسيح ولم تتزوج أحد وفقا للإنجيل والقرآن، وغالبا ما يشار إليها بأكثر من وصف لأنها فيها صفات جميلة 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 جميلة. أول حاجة هي سيدتنا Our Lady. ثاني حاجة هي الصديقة، الصديقة مريم، الصديقة الصدوقة، لأنها تؤكد الحقائق دائما وتؤمن بصدق تام بالله سبحانه وتعالى ورسالته. ولها صفة أخرى أنها قنيتة، كانت تقنط لله سبحانه وتعالى، والقنوت يدل على الخضوع الدائم التام لله والخشوع في الصلاة والدعاء في الإسلام، وهي أيضا طاهرة لأنها لم يمسها الشيطان قط، لم يمسها الشيطان قط، لم يمسها الشيطان قط. يبقى هي سيدتنا وهي صديقة وهي قنيطة وهي طاهرة. هذا إيماننا بسيدتنا مريم عليه السلام، أحدى أعظم أربعة نساء في العالم، هي السيدة خديجة وفاطمة ومريم وأسيا، أسيا بنت مزاحم اللي هي زوجة سيدنا موسى عليه السلام، دول هم أعظم نساء العالم، أعظم نساء العالم، بينهم مريم ابنة عمران عليه السلام. في القرآن، من هي مريم في القرآن؟ إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران اللي هي أم مريم، إني نظرت لك ما في بطني محررا، يعني وهي كانت حامل في السيدة مريم نظرت في بطنها، كانت تتمنى أن يكون طفل ذكر محررا، فتقبل مني إنك أنت يا ربي أنا حامل الآن، اللي هي أم مريم اللي هي السيدة حنة المكتوبة في الكتب القديمة، ولكنها لم تذكر ويذكر اسمها في القرآن، اسمها حنة أم مريم، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها لما خلفت السيدة مريم طبعا قالت ربي ربي إني وضعتها أنثى، يعني هي أنثى وليست ذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، أنا سميتها مريم. فدعت لله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة أن يحميها هي وذريتها من من؟ من الشيطان الرجيم. فلم يمسها الشيطان ولم يمس ذريتها اللي هو سيدنا عيسى فقط الشيطان مطلقا، لا هي مسها الشيطان ولا ابنها المسيح عليه السلام مساه الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء أم مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن، مش فقط يعني قبول حسن، وأنبتها نباتا حسن، يعني هو كان يراعي إنبات والقوامة على السيدة مريم عليه السلام وهي في بيت زكريا. وكفلها زكريا عليه السلام، وكلما دخل عليها زكريا المحراب، كل سيدنا زكريا عليه السلام كان في قرابة بينه وبين السيدة مريم والمسيح عليهم السلام أجمعين، كلما دخل على المحراب وجد عندها رزق، لأنها كانت تتبتل وتتعبد وتقنط لله سبحانه وتعالى قائمة صائمة لا تنقطع عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فكان الذي يرزقها سبحانه وتعالى الله الله الله, الله. وحينما كان يدخل عليها زكريا كان يجد عندها فاكهة أو أطعمة الشتاء في الصيف وأطعمة الصيف كما يقال في الكتب القديمة إن شاء الله.
تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. دي سيدتنا البتول مريم عليها السلام، ام عيسى ابن مريم العذراء. من هي ام مريم؟ اسمها مش مكتوب في القرآن لكن مكتوب في الكتب القديمة، وكان اسمها بالانجليزي سانت ان يعني قديسة ان، اما في باللغة العربية اسمها حنة وفقا للتقاليد المسيحية والإسلامية، لكنها لم تذكر في القرآن كاسم، لكن ذكرت ام مريم لكن لم تذكر باسمها الحقيقي انها حنة او ان باللغة الإنجليزية. ما هي رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؟ ما هي الرسالة بتاعته صلى الله عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا عيسى إلى بني إسرائيل نبيا ورسولا، لأنه كان معه الإنجيل كرسالة، كتب سماوي، وكانت رسالته قائمة على توحيد الله وخصوصية الألوهية والإله، يعني التوحيد لا تختلف كثيرا عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء والرسل. وداعيا بني إسرائيل لعبادة الله وحده، داعيا بني إسرائيل لعبادة الله وحده، وطالبا منهم الإيمان بأنه عبد، يعني رغما عن كل المعجزات التي أتى بها المسيح عليه السلام من شفاء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله إلى آخره إلى آخره، لكن كان بيركز في رسالته أنه عبد لله من البشر، فهو رسول من البشر صلى الله عليه وسلم. وكانت نبوة عيسى عليه السلام مكملة لنبوة موسى من قبله، أو ممهدة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. وده في سورة الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، يكلم مين في سورة الصف؟ إني رسول الله إليكم، أنا جاي لكم من عند ربنا سبحانه وتعالى كرسول بشر، مصدقا لما بين يدي من التوراة اللي هو الكتب الكتاب السماوي الذي أنزل على سيدنا موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني بقول لكم إن في خاتم الأنبياء سيأتي رسول آخر اسمه أحمد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا كذب كل الأقوام إنهم يكذبوا الأنبياء، فبنو إسرائيل قالوا عنه يعني هذا سحر مبين، يعني ما كانوا بيرفضوا الرسالة بتاعته عليه السلام. دي رسالة المسيح. أيضا رسالة المسيح قائمة على 7 أو 8 نقاط اللي أنا هذكرهم الآن، وأنا ذكرت بعضهم قبل كده. أولا هو رسول إلى بني إسرائيل وليس للعالمين، كما قيل في محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما سيدنا عيسى عليه السلام فإنه رسول إلى بني إسرائيل، وفي الإنجيل إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة، حتى مش لكل بني إسرائيل لكن لخراف بني إسرائيل الضالة. ودعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من الشرك عليه السلام، وبان لهم أن الجنة محرمة على المشركين، هكذا كان يتعامل مع بني إسرائيل. وجعل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتاه الله الإنجيل عليه السلام وفيه الهدى والنور والحكمة، الهدى والنور والحكمة، وأتاه الله البينات على صدق، وأيده بروح القدس اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، وبين لبني إسرائيل بعض الذي اختلف فيه من قبل، كان دائما بيجادلوا مع كل الأنبياء، ليس موسى فقط وليس زكريا ويحيى و عبد الله اللي هو سيدنا إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام إلى آخره إلى آخره. وأحل لهم بعض الذي حرم عليهم كما ذكر في الآية، وبشر برسول من بعده يأتي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. دي رسالة سيدنا عيسى بنتكلم عنها، أم سيدنا عيسى، جدة سيدنا عيسى إلى آخره. ما العلاقة بين رسالة سيدنا عيسى والرسائل الأخرى؟
الأنبياء في الإسلام هم أفراد بشر، منهم أنبياء لم يعطوا رسالة فيسموا رسل، ومنهم رسل وأنبياء أعطوا رسالة سمي رسل فيما بعد، سموا رسل فيما بعد. ومن الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا زكريا عليه السلام إلى آخره. طبعا سيدنا موسى عليه السلام. وهم أفراد أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى مجتمعات مختلفة ليكونوا أمثلة على السلوك البشري المثالي، هم قدوات حسنة للبشرية كلها، ولنشر رسالة الله على الأرض. ويصنف بعض الأنبياء على أنهم رسل زي ما احنا قلنا قبل كده، وهم من ينقلون الوحي الإلهي في رسالة معينة، ومعظمهم من خلال وحي كملك. وأعتقد المسلمون أن عديد من الأنبياء كانوا موجودين في ذلك الوقت، يعني يقال والله أعلم على الرقم الحقيقي لعدد الأنبياء الذين أرسلوا، يقال أنهم أكثر من 125 ألف نبي، لكن الذي المذكورين منهم في القرآن حوالي 25 نبي ورسول. ويقول القرآن الكريم في هذا الأمر لكي يؤكد أن الأنبياء لم يكونوا قلة ولكنهم كانوا كثرة، ولكل أمة رسول، يعني في كل أمة ربنا بعث لهم رسول، فمنهم من وصلتنا أخباره، ومنهم من لم تصلنا أخباره، منهم من وصلتنا أخباره، ومنهم من لم تصلنا إيه أخباره. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بالأمر قسط، يعني هو بيجي عشان يحقق العدل والمساواة والحريات والعدالة الاجتماعية إلى آخره، وهم لا يظلمون. والإيمان، نحن كمسلمين إيماننا بكل هؤلاء الأنبياء هو جزء راسخ من عقيدتنا الإسلامية. هل نستطيع أن نتبع رسالة عيسى عليه ابن مريم عليهما السلام؟ نعم، يمكننا أن نتبع القواسم المشتركة بين تعليم المسيح سيد المسيح عليه السلام والأنبياء الذين جاءوا من قبله وبعده اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبله كل الأنبياء الأخرى، اشتركوا في كثير من هذه القواسم التي تدل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يعني كلهم أتوا من مصدر واحد، مصدر الربوبية، مصدر الألوهية. هل يمكننا، هذا السؤال الثامن، هل يمكننا الاحتفال ب عيد ميلاد المسيح سواء كان في 25 ديسمبر كما تتفق فيه الكنائس الغربية، أم في 7 ديسمبر كما تتفق فيه الكنائس الشرقية؟ إحنا مش بنتكلم عن اليوم دلوقتي، إحنا هنختلف. سيدنا عيسى ولد في 25 ديسمبر أو ولد في 7 ديسمبر؟ أبدا، نحن هنحتفل كمسلمين برسالة وبعثة سيدنا عيسى عليه السلام، إنها رسالة التي جاء بها المسيح عليه السلام، والتي نقدرها احتراما وإجلالا لتفانيه من أجل إنقاذ البشرية. نحن نحتفل بالمسيح برسالة المسيح عليه السلام، وتأتي تعاليم المسيح من نفس مصدر الذي تأتي منه تعاليم الإسلام أو تعاليم النصرانية، تأتي من نفس مصدر التعاليم التي أتت برسالة الإسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا نحن كمسلمين أن نحتفل بمثل هذه التعاليم، التعاليم، تعاليم الرسالة، ليس في كل عام مرة واحدة، ولا في كل يوم مرة واحدة، ولا في كل ساعة مرة واحدة، ولكن في كل دقيقة وفي كل ثانية، لأن تعاليم المسيح التي أتى بها عليه السلام لا تختلف تماما عن التعاليم التي أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. متى يصبح الاحتفال بالأديان مكروه أو حرام؟ طبعا زي ما احنا شايفين دي، وللأسف اللي أذكرها أنا في بعض الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف، نجد الرقص والزحام واختلاط النساء بالرجال، وفي بعض الناس يعني حتى بيلعبوا القمار أو يشربوا كحوليات او يشربوا حشيش او اي حاجه تانية، هم قاعدين كده، واصبح العمليه مش عمليه زي ما احنا قلنا في الاول، هي
لو احنا فاكرين في اول شريحه احنا قلنا ان في بعض الائمه قالوا ايه؟ قالوا يمكن السماح اذا كان السماح بالاحتفالات اذا كان هذا سيسلط الضوء على القيم الاخلاقيه لتعاليم الدين ويذكر الناس بالقدوات الحسنه الذين بذلوا حياتهم لنشر رساله مثل هذه الاديان. ده اذا كان هذا. اما اذا كانت الصور اللي احنا بنشوفها هنا وهناك خاصه في اعياد في عيد ميلاد في المولد النبوي الشريف او في اعياد اللي هو الموالد لبعض التابعين وتابع التابعين في اماكن مختلفه كهذا، فهذه تكون اقرب للحرمانيه منها الى الحل يعني، واقرب للكراهيه، لان هنا لا نعرف من يمشي وما يفعل وتسرق الاموال الى اخره الى اخره. لذلك انا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم اذا كان في قوانين وسياسات للاحتفال اهلا وسهلا بها، ولكن ان لم يكن واصبحت كهذا فنحن لا نجيز، العلماء لم يجيزوها، وطبعا انا امشي على راي جمهور العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم المسجد الحرام، المسجد الأقصى إلى الجنة في المعراج، عد والتقى بثمان رسل وأنبياء. فكان في السماء الأولى آدم عليه السلام، أنا مش هخش في تفاصيل ما الحوارات التي دارت بين المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء. في السماء الأولى كان آدم عليه السلام، في السماء الثانية كان عيسى ويحيى عليهما السلام، في السماء الثالثة كان يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة كان إدريس عليه السلام، في السماء الخامسة كان هارون عليه السلام، في السماء السادسة كان موسى عليه السلام، في السماء السابعة كان إبراهيم عليه السلام. التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إمامته لهم جميعا يدل على الوحدانية وعلى وحدانية الربوبية والألوهية والرسالة. أنا بس بذكرها هنا ليه؟ طبعا أنا ببص الصورتين دول عشان أذكر بعض المشاهدين من الشباب إن هو كيف ربنا سبحانه وتعالى أعطى المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام إنه يضرب بعصاه البحر فينفلق زي ما أنتم شايفين في الصورة السفلى، أو في الصورة العليا اللي هو حينما صنع سيدنا نوح المركب وأخذ فيها من كل زوجين اثنين. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء احنا بنتكلم على وحدة الألوهية ووحدة الربوبية ووحدة مصدر الرسالة التي أتى بها كل الأنبياء والرسل أجمعين منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نتكلم بقى في نقطة الخلافية، واحنا عايشين هنا في الغرب مش عايشين في الشرق. انا شخصيا احد الناس اللي عايش هنا بقالي حوالي 43 سنة. حينما جيت المملكة المتحدة وجدت هذه الاحتفاليات زي ما احنا شايفينها، ان هو كان الكريسماس او اللي هو عيد ميلاد المجيد هنا ليه ست مظاهر او ظواهر. اولهما اللي هو سانتا كلوز او اللي بنسميه فازر كريسماس او بابا نويل. تاني حاجة اللي هو الأكل الديك الرومي اللي انتوا شايفينه هنا، يعني إن شاء الله احنا بناكله بس مش في الكريسماس، ناكله في كل يوم في أيام مختلفة في السنة. تالت حاجة كانت النبيت الأحمر، واللي يعتقد أنه كان في أحد الأفراح لفقير من بني إسرائيل، يقال هذا وأنا لا أؤمن به، أنه هو سيدنا عيسى حول المياه إلى النبيت أحمر. والاستمتاع بالثلج زي ما انتم شايفين هو الثلج اللي موجود امامنا، وفي نفس الوقت العباده ذهاب الكنيسه زي ما احنا شايفين، اعتقد دي احد الكنائس الارثوذكسيه، وقد تكون دي الله اعلم الله اعلم تكون في مصر. والاخيره اللي هي زياره الاهل والاقارب وتقديم الهدايا لهم. فهو عيد ديني وعيد اجتماعي وعيد مجتمعي في نفس الوقت يعني. فده كذا كان يحتفل الناس. طبعا كل شيء في هذه الاشياء جائز الا الشيء بتاع اللي هو الخمره والنبيت والحاجات دي كلها، طبعا احنا كمسلمين محرم علينا هذه، لكن كل انسان يذهب للمسجد ليعبد الله سبحانه وتعالى او يذهب يتزاور مع اهله في
ايام الاعياد او يعطيهم الهدايا الى اخره، او يفرح الاطفال بشخصيه كرتونيه او شخصيه خياليه اسمها بابا نويل او سانتا كلوز الى اخره، دي ما فيش مشكله ابدا فيها. طبعا بالنسبه لبابا نويل حصل عليه خلاف كبير جدا. طبعا بابا نويل ده او سانتا كريسماس او سانتا كلوز، سوري مش سانتا كريسماس، هو فاذر كريسماس، هو كان قديس اسمه القديس نيكولاس، وكان موجود في مدينه اسمها باترا، ودي كانت موجوده في المنطقه اللي فيها تركيا حاليا، ما كانتش اسمها تركيا عشان الناس ما تختلفش، في الوقت ده ما كانتش اسمها تركيا وللاسف يعني في الوقت ده. كانت على الساحل الغربي الجنوبي لتركيا الحاليه، وولد ما بين عامين 260 الى 280، وكان اللبس اللي بيلبسه الاساسي ما كانش احمر، كان بني ثم تحول الى اخضر، ثم شركه كوكاكولا اعتقد حولته للون الاحمر اللي انتم شايفينه هنا اهو. فاللون ده هو ده شركه كوكاكولا اللي حولته من كان اصلا بني وتحول الى اخضر وبعد كده اصبح ايه احمر وهكذا يعني. هذا بالنسبه لسانتا كروز. طيب برضك نكمل، كيف نحتفل بميلاد المسيح عليه السلام؟ ومن هنا بنسأل نفسنا، هل من الحرام أن يكون هناك شخصية، إحنا بنعمل شخصية تجلب الفرح للأطفال خلال احتفالاتهم الدينية أم لا؟ يعني مثلا الإخواننا المسيحيين أو النصارى طلعوا ابتدعوا شخصية الفازر كريسماس، يعني بابا نويل أو اللي هو سانتا كلوز. أنا شخصيا أعتقد أن من حق كل أهل دين أو طائفة أنهم يعملوا شخصية كرتونية بهلوانية إلى آخره عشان تدخل الفرح والسرور لقلب الأطفال اللي هم بيبتهجوا بالعيد بتاعهم، سواء كان مثلا الشخصيات اللي أنا حاططها دي كلها موجودة، السندباد البحري وموجود علاء الدين وموجود شخصيات أخرى، فليه إحنا ما نعمل شخصية وطنية تجلب الفرح والبهجة على صدور الأطفال في نفس الوقت، زي المهرجون والدمى والشخصيات الكرتونية، زي يمكنهم أن يجلبوا الفرح والابتسامات على وجوه الأطفال الصغار وترجموا القيمة الأخلاقية لهذا الدين إلى أفعال مجتمعية. دي بتحصل فيه اجتهادات، في ناس ما بتجتهدش هم أحرار، لكن بالتالي احنا بنتكلم عليه، بنتكلم هل ده يجوز أم لا أن نيجي حد كده، يعني زي ما شركة والت ديزني طلعت الشخصيات الكرتونية زي القط والفار اللي هو توم اند جيري وأشياء كثيرة جدا، وبينك بانثر اللي هو الحيوان البامبي اللي بيتكلموا عنه ده إلى آخر يعني إلى آخر إلى آخر يعني. فهل دي مباحة من إدخال السرور ليس لها أي شيء بالعقيدة ولكنها تدخل السرور؟ يعني مثلا احنا حاليا لقينا أن يعني مسلسل سيسمي عمل شخصيات ذهبت لتدخل البهجة والسرور على الأطفال المسلمين من أبناء الروهينجا اللاجئين الروهينجيين اللي موجودين في بنغلاديش، فده اللي احنا نتكلم عليه إن شاء الله. الخاتمة، أنا ليه بقول الكلام ده كله النهاردة يوم 23 ديسمبر إن شاء الله؟ لأن في بعض الناس ممن يدعون الفقه والمعرفة والدعوة يفخذون فتاوى ما أنزل الله من سلطان، ونحن الآن نعيش داخل مناخ مجتمعي موبوء، المناخ اللي احنا عايشين فيه دلوقتي مناخ مجتمعي موبوء بأمراض عديدة 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 عديدة. هدف هذه الأمراض الأساسي أول حاجة إضعاف الدول، دي نمرة واحد. نمرة حاجة نشر الإشاعات والأكاذيب. نمرة ثلاثة ظهور دعاة أو مصلحين جدد يغيرون من مبادئ الأديان وقيمها ويبرزون قيما جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. نمرة أربعة ازدياد الصراعات المسلحة بين داخل الوطن أو بين الدول وبعضها البعض. نمرة خمسة أو خمسة تقسيم الأوطان. ستة شرزمة وتشتيت المجتمعات والأسر. سبعة تغيير الخرائط المجتمعية الجغرافية للدول والأوطان. ثمانية ازدياد المعاناة لأبناء البشرية في ظل المعاناة من الفقر والجوع والمرض والحمان. ده المناخ اللي احنا عايشين فيه. طب
طبعا بعد الصور اللي امامنا دي كلها، الصوره اللي على الشمال دي لصوره اخواننا الازيديين اللي موجودين في سنجار في العراق، واللي فعلت بهم داعش الافاعيل والعياذ بالله في نسائهم وفي رجالهم. والصوره اللي في النص لطفله تركيه سوريه موجوده في ادلب، والصوره اللي على اليمين دي الفيضانات اللي موجوده في الكونغو، كان موجوده السنه دي والسنه اللي فاتت، ها، واللي ادت لدمار كثير، والكونغو تصرف 24 ساعه كل يوم. والصور اللي امامنا دي ايضا بتمثل هذه المعاناه مره اخرى، اللي بيقول اللي بتاتي نتيجه تقسيم المجتمعات. اللي على اليمين صوره اليغور في الصين، اللي في الوسط صوره الاطفال في غزه، اللي على الشمال صوره لاجئ الرهنجا. وهنا بنتكلم ان هذا التقسيم وهذه الشرذمه وهذه هذا التشتيت من اجل سرقه مقدرات الشعوب الغافله. وفي ذلك الوقت ينبري بعض ادعياء الدين ليحرموا حلالا ويحللوا حراما وفق الاهواء السياسيه لحكام هذه الدول. ودي كثيرا ما رايناه حديثا لدى بعض الدول التي كان ادعياء الدين فيها يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهم الان يبتهجون فرحا بالاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فنقول لهؤلاء جميعا، لن نسمح لكم ولا لارائكم ولا اهوائكم بان تكونوا قادرين على تقسيم اوطاننا وشرذمت مجتمعاتنا مرة أخرى، لأننا عشنا منذ مئات السنين، عشنا مسلمين ومسيحيين ويهود إلى آخره، منذ مئات السنين متحابين، متزاورين، متآلفين، متناسبين، ومدافعين عن لحمة وكينونة الوطن الواحد، فلن نترك الخلافات التي تثيرنا فرصة في تمزيق مجتمعاتنا التي عشنا فيها منذ قرون. ونحن نتكلم عن الهدف من هذه الخلافات إنما هي تمزيق المجتمعات لسرقة مقدرات الشعوب. دائما اتكلم في الدول اللي انا ذكرت فيهم او الشعوب اللي هي مذكوره وامامنا شفناها في الصور. وهنا ايضا شايفين على اليمين تحت النساء اللي من كشمير وماذا يحدث فيهم من كشمير، والصوره اللي في الوسط هي طفل في اليمن، والصوره اللي على الشمال هي للنساء من جمهوريه افريقيا الوسطى. ونقول للشباب، لا تتحمسوا لباطل الاراء ولا تتعصبوا لرأي يضيق واسعا، والعصبية من عصبيات الجاهلية الأولى التي مقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها: يا معشر المسلمين، الله 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 الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. ده الحديث ده رواه ابن هشام في السيرة النبوية والطبري والبغوي والشوكاني وابن المنذر وغيرهم، وكان هذا حينما وقع الخلاف بين قبيلتين الأوس والخزرج وكاد أن يقتتلا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الخلاف الذي كان قائما على العصبية التي قال دعوها فإنها منتنة. أرجع أقول للخاتمة مرة أخرى لأهميتها، نحن نعيش داخل مناخ مجتمعي مبوء بأمراض عديدة هدفها الأساسي إضعاف الدول، نشر الإشاعات والأكاذيب، ظهور دعاة أو مصلحين جدد يغيرون مبادئ الأديان وقيمها ويبرزون قيما جديدة ما أنزل الله بهم سلطان، ازدياد الصراعات المسلحة داخل الوطن الواحد أو بين الدول، تقسيم الأوطان، شرذمة تشتيت المجتمعات والأسر، تغيير الخرائط الجغرافية والمجتمعية للدول والأوطان، ازداد معاناة لأبناء البشرية في ظل معاناة من الفقر والجوع والمرض والحرمان. طبعا دي صور تعبر عن هذا. كل هذا من أجل شيء واحد، سرقة مقدرات هذه الشعوب الغافلة. في ذلك الوقت يأتون بعد هذا الجهلة والمغردون. ينبني بعض أدعياء الدين ليحرموا حلالا ويحللوا حراما وفق الأهواء السياسية لحكام هذه الدول، ها، والذي كثيرا ما رأيناه حديثا لدى بعض الدول التي كان أدعياء الدين فيها يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهم الآن يبتهجون فرحا بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فنقول لهؤلاء جميعا، لن نسمح لكم ولآرائكم ولأهوائكم بأن تكونوا قادرين على تقسيم أوطاننا وشرذمة مجتمعاتنا، لأننا عشنا منذ مئات السنين متحبين، متزاورين، متآلفين، متناسبين، ومدافعين عن لحمة وكونة الوطن الواحد، فلن نترك الخلافات التي ثرناها فرصة في تمزيق مجتمعاتنا التي عشنا فيها منذ قرون.
وانا اقول للشباب ايضا لا تتحمسوا لباطل الاراء او لا تتعصبوا لراي يضيق واسعا، ولا عصبيه كعصبيات الجاهليه الاولى التي مقتها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها: يا معشر المسلمين، الله الله ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم بعد اذ هداكم الله الى الاسلام واكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهليه واستنقذكم به من الكفر والف به بينكم ترجعون الى ما كنتم عليه كفارا. رواه ابن هشام في السيره النبويه والطبري والبغوي والشوكاني وابن المنذر وغيرهم، وكان هذا حينما وقع الخلاف بين قبيلتي الاوس والخزرج. انا اشكركم جميعا لحسن استماعكم لي، واتمنى ان في نهايه هذه الكلمه السريعه التي قلتها اننا لا ننسى هذه القضايا التي ذكرتها واظهرت بعض الصور لها من الصين في اقصى الشرق الى وسط افريقيا والكونغو الديمقراطيه وما يحدث في امريكا اللاتينيه في بعض الدول الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. وجزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا ان شاء الله في نفس الموعد مع نفس المحاضره باللغه الانجليزيه. Tomorrow ان شاء الله at 6 o'clock UK time, 9 o'clock Mecca time, we'll have the same talk about the celebration of the birthday of Jesus. Peace be upon him. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.